دكتورة أمل، المبادرة دي تنجح ازاي؟ يعني دكتورة إلهام قالت أنا عايزة حوار مجتمعي، وفعلا كان جاي أسألك إحنا نشترك ازاي في المبادرة، توصل للناس ازاي؟ هو اولا يعني انا عايزه بس يكون فيها اشاره للتوازن، ان انا مش ببخس حق البنت، ان زي ما دكتورة الهام قالت اللي هي كل انسان ينفق ذو سعة ما، يعني هو معاه مقدره يقيم البنت. هو يعني حتى حديث الرسول عليه السلام سواء في تقييم في الخطوبه للولد او البنت، اذا جاءكم من ترضين خلقه ودينه، هو ده المعيار الاساسي بالنسبه للبنت، اسفر بذات الدين، فهو ده المعيار مش المعيار الفلوس. لكن انا ببقى ملاحظه برضو ان هل الشخص ده مقدر البنت وشاريها، هل انا يعني احنا دايما يقول لك الشبكه، يقول لك هديه العروس للعريس للعروسه، شوف يعني اللي يجي منك ما هو ما يكونش بخيل اللي هو معاه ويستخسر فيها او مش مقيمه هنا، لا. لكن هو امكانياته كده وشاب ولسه بيبتدي حياته، بيجهز نفسه، بيكون نفسه غصب عنه، وهو انسان كويس وقادر وراجل بجد، ولما بيوعدها ان هو هيعوضها فيما بعد، ده هيعوضها فيما بعد. هنا انا اتس اوكي، هي توافق واهلها يوافقوا لما يشوفوا ان الشخص ده يستحق انها يعني يستحق انها تكمل معاه، لان هو راجل. لان زي ما حضرتك برضو قلتي من شويه ان هو ممكن يعمل حاجات كتيره جدا ويطهقها، خلاص هي مش عايزاك، خلع وهرجع لك حتى اللي جبته. يعني ده مع الاسف في حالات كتير كده، فهيبقى انا محتاج اعمل توازن في ان انا يعني كل انسان على حسب قدراته، لكن انا بقيم شخصيه في الاساس، وما يعني ما نقضيش فتره الخطوبه فمجرد ان احنا كل حواراتنا على هنعمل ايه. لا، طب هي القصه دي او المسؤوليه دي مسؤوليه البنت ولا الاسره؟ الاثنين مسؤوليه المجتمع ككل. يعني انا محتاج بقى توعيه اللي هي فكره اللي هي التاهيل بقى قبل الجواز. مثلا بلاقي بنت تقول لك انا عايزاه مش عايزه منه حاجه، تلاقي الاب والام لا لازم يجيب ويعمل، وممكن العكس هو اللي يكون موجود. ما هو برضو هنا البنت بتحركها عواطفها وما عندهاش خبره، فهنا لازم برضو يكون في تدخل من الاهل، تدخل حكيم، توجيه، توعيه، مش اجبار ولا اكراه. تمام. ولما يبقى في حوار منطقي هي البنت ممكن تقتنع، ان هو يبقى فيه برضو توازن بين العقل وبين العاطفه، ان هو هي مايله له بعاطفتها، لكن هو ما يصلحش. يعني عايز اولا دي حقوق ما ينفعش ان انا اتنازل عنها، دي حقوقي في برضو في حدود قدرات اللي قدامي، لكن انا ما اتنازلش لمجرد ان انا اتنازل، وزي ما استاذه رشا قالت ان هو هيقل بيها. طب قدراته تسمح، بس ليه ده كله برضو؟ لا يعني انا ضد المغالاه. لا يعني لا انا بس العريس قدراته كويس، طب ما دي تبقى لبيتنا لاولادنا بعد كده، ملاش كل حاجه تكون في البيت داخلين بيها جاهزه. مبالغه ودون اسراف، اكيد الاسراف والبذخ والامور.